ومحطتنا الأخيرة بصباحنا غير رح تكون بعالم الرياضة والنشاط، ولكن أيضا ضمن عالم المدرسة. متعودين نور دائما حصة الرياضة هي الحصة اللي كل الناس بتحبها، وقديش كنا نتضايق لما يحطوا لنا إياها بآخرة البرنامج. كنا عم نحكي يمكن تحت الهواء قديش مثلا الحصة الرياضية هي تنفيسة للأطفال من كم الهائل لكبر المنهاج، بس كان ما كتير مثل الاهتمام هلا. سابقا كنا نشوف مثلا اي استاذ مو مخلص المنهاج ياخذ حصه الرياضه، صحيح. اليوم بالعشر سنوات الاخيره في توجه اخر، عم يكون في اهتمام بهي الحصه، وقديش فعليا في الى تفاصيل مهمه بتنعكس على نفسيه الطالب. صحيح، وقديش فينا نسوي بهي الحصه بشيء عن جد ينعكس على الطلاب بطريقه ايجابيه، ممكن من حيث اكتشاف المواهب، قديش في مواهب يعني اكتشفت من المدرسه وتم تنميتها. كمان فينا نحكي عن التمارين اليوم اللي نحن لازم نعلمها لاطفالنا، بنعرف الوزن الكبير بيكون للشنطه قديش بياثر على العمود الفقري، كثير من التفاصيل اليوم رح نحكيها مع الكوتش صافي العكش، وهو خبير لياقه بدنيه وفنون قتاليه. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير، يعطيكم العافيه. يسعد صباحك كوتش. بالبدايه خلينا نحكي عن اهميه الحصه الرياضيه المدرسيه، قديش لها جزء مهم بحياه الطفل المدرسيه، لانه مثل ما حكينا انا ونيرمين وكنا عم نحكي مع حضرتك تحت الهواء، سابقا ما كان في اهتمام كثير كبير بالحصة. صحيح. المدرسية الرياضية كان دائما انه ممكن اي استاذ ياخذ هي الحصة لاستكمال المنهاج اذا مو ملحق، لانه نعرف ضخامة المنهاج اليوم. اليوم لا، عم يكون بالعشر سنوات الاخيرة في توجه واهتمام لهي الحصة الرياضية، وقديش فعليا عم نكتشف بعض المواهب للاطفال بنقدر فعليا نستثمرها اليوم. طبعا هي الحصة الرياضية هي تعتبر مثل حصة الرياضيات، مثل الفيزياء، مثل القصص كلها، يعني هي باهميتها يعني لازم تكون أساسية ضمن المنهاج. الاهتمام بيصير من وراء الأساتذة، يعني كنا نحن متعودين وقت كنا ننزل حصة الرياضة مثلا أستاذ الرياضة يزت لنا الطابة ويقول يلا لعبوا فيها يعني ما في الاهتمام، ما في الدراسة. حتى التمارين اللي بتنعطى للطلاب هي تمارين ما لها مدروسة أو صحيح. تمارين قديمة كتير صارت، يعني في رياضات حديثة كتير لتنمية المواهب، لاكتشاف المواهب، ممكن ندخلها من ضمن المنهاج يعني للتدريب. حتى إذا في الاستئناس مثلا أساتذة الرياضة بالمدربين الخاصين باللياقة ليدخلوها للأولاد. طبعا اكتشاف المواهب معروفة بكل دول العالم أنه أكثر المواهب اللي منشوفها بالألعاب الفردية، الجمباز، الملاكمة، والقصص هاي بالمدارس، يعني بيجوا في خبراء خاصين بيدوروا على المدارس وبينقوا الأولاد اللي عندهم الجينات القوية واللي بيلاقوا أنه ممكن هذا يطلع بطل بالمستقبل. لذلك هي لا تقل أهمية عن المواد الثانية. يعني إذا نحن بدنا ندور على الرياضي ونبنيه بنبلش فيه من عمر صغير. حتى في مدارس برا فارضين منهاج معين، الولد بده يتعلم مصارعة، صحيح، ولد يعني بشوف الولد وين اهتمامه، مو مثلا خلص هذا الولد لازم يلعب قدم، هذا لا، بنشوف مثلا الولد اهتمامه بالالعاب الفرديه، اهتمامه بالقوه، اهتمامه بالقدم، بنفصلهم بنخلي كل كمجموعه طلاب يكونوا شيء معين هن بحبوه يشتغلوا فيه، ومننمي مواهبهم مع المستقبل. يعني هو صاير نحن بنعطي بشكل جماعي. انا برايي لا، هي رياضه تخصص. لذلك بنلاقي وقت يكبر الولد شيء بيلتفت للقدم، شيء للسله، شيء للألعاب الفردية، للقوة. هذا للأسف عم نخسر مدة طويلة كنا لازم نكسبها من البداية. يعني أول ما يفوت الولد من عمر 5-6 سنين نبلش نشوف شو التوجه تبعه ونبنيه. مشان هيك نلاقي أبطال الأولمبيات أكتريتهم أعمارهم صغيرة، صحيح، 14-15، لأنهم مبلشين فيهم من عمر 4-5 سنين. صحيح، يعني كلياتنا بنتذكر مثل ما قلنا حصة الرياضة كنا بس يعني هي كانت شكل بوط الرياضة وبيجامة الرياضة، الشباب بيعطوهم هاي الطابة والبنات مضارب بروحوا يلعبوا فيهم لبين ما تخلص هاي الحصة. قديش اليوم نحن عم نخسر طاقات، اليوم نحن برا بنلاقي دائما بيركزوا على طاقة الفرد، يعني بيبنوا الطاقات الفردية. اليوم إذا بدنا نغير هذا الموضوع يعني لننهي موضوع اكتشاف المواهب، كيف ممكن نبلش أو من وين ممكن نبلش بموضوع يعني إعادة اكتشاف المواهب من المدارس أو تفعيل حصة الرياضة فينا نقول بالشكل الأمثل؟ يكون في منهجية، يكون في مثل ما قلت، يعني منشوف المدربين اللي عندهم خبرات. مثلا أنا مدرب فنون قتالية اختصاصي، بيجوا بيسأل المدرب شو برأيك مثلا الولد لازم يكون كذا،
وقت لنعرف انه هذا الولد ممكن يطلع منه بصير بنحط خطة منهجية ومنعممها على المدارس. يعني عرفتي يعني استعانة بالخبراء. ايه تماما، يعني بنشوف بنفصل وبصير بناخذ مثلا بنعمل بطولات للمدرسية. هلا بطولات مدرسية انا بعتقد هي فقط للقدم، يمكن ما في توجه تاني، ما عاد عندي بعض السلة. ايه مثلا سلة، جمباز، العاب القوى، الركض، الجري، القصص هاي بنصير منفصل. وطبعا كل شيء لازم يكون مخطط يعني. صحيح. طيب كوتش خلينا نحكي معك عن الجلسة الصحية للطلاب. بنعرف الطالب قديش بيقعد لساعات طويلة على المقعد المدرسي، في جلسة صحية نحن متعودين عليها، كيف فينا فعليا نقعد الطلاب بجلسة صحية وبنفس الوقت ما تأثر على عمودهم الفقري؟ عم نحكي نحن لساعات طويلة جلوس على المقعد، عم نحكي عم يحمل شنطة مدرسية لساعات لوقت طويل على ظهره إذا كان رايح المدرسة أو راجع، عم نشوف في تقل كتير كبير بسبب صحيح. عدد الكتب والدفاتر للمنهاج المدرسي الضخم. للأسف يعني أكثر الأمراض الأولاد اللي بتعاني فيها بعد عمر 14، تلاقي الولد عم يقلك إنه ظهري عم يجاني، أو بتلاقي صار في ميلان بالعمود الفقري، أو الكتاف ضبوا على بعض، أو أوجاع بالرقبة. كلها هاي عبارة عن سنين وأيام لحتى وصل لهالمرحلة. هي من حمل الشنطة يعني هي لا تقل أهمية وبتسبب أمراض كتيرة يعني. لذلك لازم أول شيء نحن نعلم الولد، أنت وقت تحمل الشنطة لا تحملها على كتف واحد، هذا الشيء بيساوي ميلان، يعني بنلاحظ الوزن صار اجباري عم يصير عنده ميلان للولد، او بيصير عنده جنف هو التفاف العمود الفقري يعني. لذلك لازم نحمل الشنطاية على الكتفين، نعلمه اياها. بعدين حتى اختيار الشنطة لازم يكون دقيق شوي، يعني يكون في سفنج، هي القصص. يمكن انا بتوقع هلا صاروا شوي عم يركزوا على القصص هاي، عم شوف عم يحطوا لهم يمكن شغلات سماكات يعني مشان ما تظهر. الاوزان الثقيله تبع الكتب لازم تكون هي مواجهه للظهر، يعني في اولاد بيحطوا الكتب الكبيره، برافو عليك، الكتب الكبيره بيحطوها باتجاه الارض، هي لا لازم باتجاه الظهر، تكون مشدوده على الظهر تماما، ما تكون مايله طالعه كثير لورا لانه بصير في تقوس بالظهر. الجلسه الصحيه تبع القعده الميلان هاد عم يساوي كمان اوجاع بالظهر، وخاصه العضلات السفليه للظهر. لذلك بنعوده للولد انه يقعد بشكل مستقيم والنظر امامي. حتى هيك النظر هو عم يكتب هون كلها الرقبه. فرضا وصلنا لهالمرحله، نحن بنعلمه للولد انه انت كل ساعه او كل ثلاث ارباع الساعه قوم اعمل شوي حركه، تمارين ستريتشنج، تمطيط شوي لفوق شويه هيك، لو قاعد على الكرسي ميلان شوي هيك، كل حركه بحدود العشر ثواني. طيب بس كوتش، يمكن لانه بالعشر سنوات الاخيره عم نشوف هيدا الجيل قصير القامه، يعني ما عم نشوف هذا الطول مثل ما كنا نشوف سابقا، كله له علاقه بهي التفاصيل بعتقد. يعني عم نحكي نحن على الجلسه الصحيه، طريقه حمل المدرسه، الانحناء طبعا، الانحناء يعني. ايه الواحد هلا انا وقت تكون هيك غير وقت افرد هيك ببين اطول، يعني هي شغله للنظر. صحيح. ايه لازم نعلمه للجيل ونوعيه، حتى وقت تكون عم يدرس يعني ساعات طويله، صفوف البكالوريا، الجامعات، حتى الموظفين اللي قاعدين فترات الطويله عم تسبب لهم كثير الام. وانا بيجيني كثير بكون عم درب بيقولوا لي عنا الام بالرقبه، بالظهر، بالكذا. يعني هي العادات الصحيه ضروريه مثل العادات الغذائيه، يعني شو بنعلمه للواحد كول كلين مثلا، الاكل الصحي، الاكل النظيف، نفس الشيء انت لازم تكون عندك عادات صحيه خلال المشي، خلال القعده. نعلمه 4-5 تمارين هن ستريتشينج، والرياضة هي شيء أساسي بالحياة. يعني أنت لو 30 دقيقة عملتهم كل 3 أيام أنت كتير بتفيد جسمك، ما ضروري تروح على الجيم إذا ما عندك وقت كذا، بالبيت 4-5 تمارين هن تمارين السويدية المعروفين يعني. طيب دكتور، يعني عفوا كوتش، خلينا نحكي عن موضوع تصحيح التشوهات اللي ممكن تصير بالعمود الفقري. يمكن ذكرت الجنف هو جنف الابرز اذا بدنا نقول، كيف ممكن نحن نقدر نعالج هذا الموضوع او اذا بيتعالج بتمارين رياضيه؟ اكثر شيء هي تمارين بسموها ستريتشنج، يعني هي تمارين التمطيط، وحتى في تمارين بالجيم بالحديد هي خصوصي لتجليس شوي العمود الفقري والكتاف. يعني هو يعني بتلاقي الجنف تلاقي عنده كتف مايل اكثر من كتف، انت بجوز بالعين ما بتركزي بس اذا قربتي شوي بتلاقي عامل هيك شوي. يعني شوي في تمارين بالدامبلز، بالبارات، بالحديد، وتمارين ستريتشنج بتساعده، يعني بتروح 50 او 60%
بتعدل له شوي الوضع الجسدي تبعه الصحي. طب الاكتشاف المبكر فيني انا اتخلص منه طبعاً ولا أكيد. لا يعني 50% او كل ما كان صغير علاجه اسرع، كل ما بكسب العلاج بشكل كل ما أحسن. طول صار شوي اصعب يعني. طيب خلينا نحكي معك كوتش عن بعض النصائح لكل الاهالي اللي عم يتابعونا. يعني هي احيانا نحن بنشوفها بالمحيط بس ما بتلاقي الاهالي منتبهين، يعني تلاقي في عنده مثلا انحناء بسيط للطفل ولما ماسك الشنطه حتى هو يمشي عم يشوف اغلب الاطفال في عندك انحناء من الكتف وفوق حتى هي الجلسه المشيه. بعض النصائح انه انا لا اذا انتبهت عليها من البدايه بعض التمارين الصحيه ممكن انا اتاثر بشكل كثير كبير على سلامه العمود الفقري، لانه نحن بنعرف قديش له اثار سلبيه بالمستقبل على البنيه الجسميه للطفل. طبعا هلا هي اول شيء لازم يكون نحن نوعي الاهل. يعني هن الاهل لازم يكونوا على اطلاع على القصة. لهيك سالتك قديش مهم فعليا الركز. إيه يعني هن الاهل ما كان مثل ما صاروا واعيين صار لهم نظره على الولد. يعني بشوف ابنه مثلا عامل هيك انا بنبه بقول له جلس ظهرك ظبط قعدتك، بصير مره على مره هو لحاله بيتذكر بسموها الفيدباك يعني الذاكره الراجعه، بتذكر انه اهلي قالوا لي هيك دغري بيرجع لحاله. بس انا اذا بتركه للولد وما بيكون عندي هالعين الواعية انه هذا الولد مع مرور الايام رح يصير عنده انحناء بظهره. طب اللي بيمسك الموبايل الولاد لازم كيف تكون جلسته؟ تماما تماما. وحتى يعني يرفعه شوي ويقعد هيك لازم. هلا الكمبيوتر او اللابتوب او الموبايل لازم يكون على مستوى النظر. ما ينزل. ايه ايه يعني وقت نعمل هيك في اولاد بتقعد بالساعات عامله هيك حتى الكبار يعني. بعد فتره بصير هون عنده اوجاع بالرقبه. تماما. حتى في وقت انا اقعد مثلا اشتغل على لابتوب او شيء حاول ما تكون الطاوله بعيده لانه بدك تضطر تعمل هيك، حاول تكون قريبه الظهر جالس وخلي الكمبيوتر او اللابتوب على مستوى نظرك عشان ما تضطر تحمي رقبتك لقدام. وكل نص ساعه لازم اتحرك. القعده الطويله بتعمل حتى شو دوالي يعني الرجلين بصير فيهم الاحتقان هذا تبع الدوره الدمويه على القعده الطويله دوالي. الحركه ضروريه مثل ما حكيت لو لمدة نص دقيقة بين كل فترة وفترة. يمكن كوتش عم تركز انه التمارين اللي ممكن نحن نسويها بالبيت هي مو للتنحيف او وقائية خلينا نسميها لانه هي عم تكون مدتها زمنية. بدنا نرجع لآلام الظهر اللي هي ممكن كتير بتمتد من الرقبة على الكتاف لأسفل الظهر، في تمارين مخصصة لكل نوع من هدول ممكن نحن نسميه يعني نسويهم بالبيت كتمارين وقائية؟ طبعا طبعا. يعني هو قلت لك في تمارين خصوصي للستريتشينج لو كان عندنا مجال او كذا كنت نفذت لكم اياهم يعني سويت لكم اياهم، بس هن معروفين يعني على اليوتيوب. يمكن على اليوتيوب يعني او على جوجل يعني في فوت يكتب شو تمارين الخاصه. هي تمارين بسيطه ومدتها قليله 10 ثواني 15 ثانيه، بس هو بده يكون عنده الواحد انه يحب يضل مستمر بهالقصه مشان يحافظ على صحته. عرفت شو يعني؟ ممكن الواحد يلا وخلص يمشي الحال، مع انه هي شغله كثير ضروريه بيبين معه. كل ما كبر الواحد وازداد بالعمر بتزيد الاوجاع، اغلب الناس بنشوفها بس ما يكبروا شوي اوجاع الظهر والرقبه والركب. كل شوي نحن كنا نسمع هالامراض مثلا بالخمسينات الستينات، اليوم عم نشوف لا بالثلاثينات والاربعينات كانوا يتحرك يعني باعمار فتره بكير. والدك ووالدي وجدودنا كانوا يتحركوا كان صحيح كان ما عندهم هي القعده الطويله لا في لابتوب لا في موبايل لا في كذا، كان على طول بالعكس انه كانت حياتهم صحيه تماما بيور يعني الاكل صحي ونظام صحي. بتلاقي الولد هلا الرجل او الست عمرهم 60 70 سنه وتلاقيه عم ينزل على السوق ويشتري اغراض وكذا، هلا ما في عمره 35 سنه بتلاقيه ماسك ظهره. فكره في نسبه الشباب والصبايا اللي بتطلع معهم تشخيص الديسك بفتره او بعمر ال 20 ل 30 كثير كبيره. انا كثير عم يجيني كثير عم يجيني يعني اعمار صغيره ومعهم ديسك. هون الرياضه لها دور ما بدي بالعلاج يعني لا في اهتمام بالرياضه لا في اهتمام بالعادات العادات الطويله. خاصه السوشيال ميديا عم تاخذ كثير من وقتنا ساعات، يعني الواحد بيقعد ساعتين عم يتفرج على حلقه مسلسل ما له حاسه حاله. القعده غلط حتى النظر عم يتعب بتلاقي في احتقان طيب بعيونه. كوتش خلينا نحكي عن الطلاب فينا نقول والاطفال، شو هي اكثر فينا نقول الحالات الشائعه اللي بتلاحظها اليوم بسبب الالتزام بكل النصائح اللي حكينا عنها او التمارين الرياضيه؟ يعني اكثر الحالات هلا مثل ما قلنا بالبدايه عم نشوف مثلا انحناء بالظهر، ما في طول قامه مثل سابقا، فشو هي اكثر الحالات الشائعه اليوم اللي بتلاحظها عند الطلاب؟ والله اكثر شيء بلاقي هو حالات الميلان الكتاف العمود. ايه ايه بتلاقي يعني اكتريته هيك
من الشنطة هاي. ايه تماما. او في اوجاع رقبة، وعم يجيني كمان حالات عم اطلع عليهم عم منظر عجيل في ضيق بالكتاف. يعني ما بتلاقي مثلا كتاف وراك، ايه بتلاقي في ضيق. يمكن بعتقد من يعني القعدة ما في رياضة صح. بتلاقي مثلا كتافه هيك مثلا يعني ما في عادات صحية، وما في نظر. يعني هي لازم التوعية أنا برأيي تكون من الأهل أكثر من البداية. صحيح. حتى يمكن ركزت على موضوع الحقائب المدرسية، هلأ صار في موضوع اللي بيكون إلى دواليب صغيرة مشان ما يعني بجر الطفل أو الشاب أو حتى الصبية. صحيح. ما أنه مضطر أبدا بقى يحط أي حمل ثقيل على ظهره. صحيح. نشكرك كثير لوجودك معنا كوتش، لكل المعلومات والنصائح. وشكرا كثير لكم على الاستضافة، وإن شاء الله يكون استفادوا المشاهدين والأسف. أكيد حكينا عن تفاصيل كثير مهمة مع كوتش، بنشكرك على وجودك معنا. شكرا كثير. شكرا. شكرا خليلي.